أولا هذه تسريبات من دولة الاحتلال ومن الولايات المتحدة. الحقيقة التي الواضحة والتي تأتي على لسان قيادة حركة حماس وممثليها والناطقين باسمها لا تؤكد مثل هذا القول، بل بالعكس هي تقول أن الأمور لا زالت كما على حالها، والخلاف أصلا لم يكن على عدد الأسرى، يكون 700 أو أقل أو أكثر. ليس هذه هي المشكلة الرئيسية أو المعضلة الرئيسية الآن في موضوع التفاوض حول الأسرى. المشكلة الحقيقية أن هناك في ثوابت ثلاث: لا تستطيع ولا تريد ولا ترغب حركة حماس والمقاومة بأن تتنازل قيد أنملة في هذه الثوابت الثلاث. أولا وقف الحرب، هذا ثابت لا يمكن التنازل عنه ولا بأي حال من الأحوال، يجب أن نصل إلى وقف هذه المقتلة. ثانيا الإغاثة، هذا موضوع خطير يعني يصل حد حياة الناس أيضا. وثالثا العودة إلى شمال قطاع غزة. هذه الثوابت الثلاث المطلقة لا يمكن لحركة حماس أن تقدم أي تنازل بهذا الشأن، وهذه الثوابت الثلاث مرتبطة في موضوع تبادل الأسرى. الولايات المتحدة ودولة الاحتلال يطيلون أمد التفاوض، يقدمون صورة أن هناك تقدم، ويقدمون صورة أن المفاوضات لا زالت دائرة، وهم في الحقيقة الأمر يفاوضون أنفسهم لأنهم يريدون أمد هذه الحرب، إطالة أمد هذه الحرب لسببين. السبب الأول حتى ينتهوا من آلية وطريقة من ما من بينها ما يسمى بالرصيف العائم والميناء العائم والبواخر بالجملة القادمة إلى هناك، ومن بينها أيضا وهذا بهدف تهجير أكبر عدد ممكن من أهلنا في قطاع غزة تحت ضغط الحرب المتواصلة والقتل والتجويع وكل وسائل الضغط التي يستخدمها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة. والثاني أن بنيامين نتنياهو يريد أن يصل إلى إنجازات معينة على الأرض ويطيل أمد وجوده في الحكم. هذه هي الحقيقة خلف كل الذي يشاع ويقال ويعلن سواء من قبل الولايات المتحدة التي تحاول أن تقدم صورة كاذبة أن هناك خلافات بينها وبين دولة الاحتلال، والخلافات لا وجود لها لأن الحقائق تثبت أن تطابق وجهات النظر، تطابق السلوك على الأرض بين الاحتلال وبين دولة وبين الولايات المتحدة هو الحقيقة الوحيدة الثابتة، وما طيب. وغير ذلك هو مجرد أقاويل فارغة. طيب. سيد عدنان، يعني كما تفضلت حضرتك وتقول أن يعني الولايات المتحدة وإسرائيل كلها مماطلات وليس هناك أي نية حقيقية في الوصول إلى الهدنة. طيب هذه الإطالة من قبل الطرفين، يعني إلى متى تستطيع أن تستمر في هذا الموضوع، خاصة أن هناك باتت هناك ضغوط داخلية خاصة في إسرائيل؟ يعني مؤخرا كانت هناك تظاهرات تطالب بتنحي نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة أيضا. كما قال بنيامين نتنياهو منذ البداية وحتى اللحظة لا زال يكرر نفس الأقوال، أن الضغط على حركة حماس في الميدان والضغط على المقاومة في الميدان والجرائم المرتكبة على أرض قطاع غزة بالتواصل وبلا توقف هي التي ستجبر حركة حماس على النزول وقبول شروط دولة الاحتلال. هذا بالمقابل أيضا لدى المقاومة نفس الرد، المقاومة أيضا لا زالت حتى هذه اللحظة، نحن اليوم 171 يوم يعني نقترب من انتهاء الشهر السادس، ولا زالت المقاومة حتى تطلق الصواريخ على بلدات غلاف غزة في الأراضي المحتلة 48 كما حصل اليوم، ولا زال القتال متواصل، ولا زالت تلحق الخسائر بقوات العدو على أرض غزة، ولا زال المقاتلين يتنقلون ويقاتلون من موقع لموقع، ولا يوجد حتى هذه اللحظة، لا تستطيع دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة بعد 6 شهور من الحرب الإجرامية أن تؤكد أو تقول أو تعلن أو تثبت أن هناك بقعة واحدة على أرض قطاع غزة باتت آمنة لجيش الاحتلال.
لا زال كلما خرج من موقع اضطر لأن يعود له، وكأن الأمر بدأ من جديد كما حدث في مجمع الشفاء ويحدث في مجمع الشفاء والمناطق المحيطة في النصر والجلاء والرمال والمناطق المحيطة في المجمع وفي عديد المناطق حتى بيت حنون وبيت لاهيا التي كان الاحتلال يعلن أنها انتهت ودمرها بالكامل، لم يبق في بيت حنون حجر على حجر، ومع ذلك القتال لا زال يدور في بيت حنون ولا زال يدور في بيت لاهيا ولا يزال يدور في جباليا. إذن هذه التفاوض الحقيقي، المفاوضات الحقيقية هي المفاوضات التي تجري في غزة. هو ضغط عض على الأصابع، من سيقول أخ في البداية هو الذي سيخسر. المقاومة لن تقول أخ لأن طلباتها مطلقة الأهمية والتراجع عنها مقتل وتراجع عنها مستحيل. لكن سيد عدنان عفوا على مقاطعة، يعني حتى يعني الفاتورة التي تدفع يوميا في غزة أيضا باهظة، يعني يوميا بالمئات يموتون، يعني بلغت إلى الآن أكثر من 30,000 قتيل في غزة. لا أكثر بكثير، هذا الرقم الذي يقال يعني ليس دقيقا ولا علاقة له في الواقع، لأن الذين في الشوارع والذين تحت الأنقاض والمفقودين أرقام هائلة وخرافية، ولأن حجم الجريمة أكبر بكثير من أن يحتملها البشر لو أن هناك بشر للأسف. لكن ماذا أمام الشعب الفلسطيني؟ ماذا على الشعب الفلسطيني أن يفعل؟ وهناك عدو يجلس على صدره ويقتل ويذبح ويمارس كل أشكال العنف ويمنع عنه الغذاء والدواء والماء وكل شيء، يعني والغطاء والرداء وحتى الضوء والكهرباء. إذن ما الذي على الشعب الفلسطيني أن يفعل؟ هناك عدو يجلس ويقول أنا أريد أن أخذ الأسرى الذين لديكم بوقف إطلاق النار يستمر 6 أسابيع أو 4 أسابيع أو 10 أسابيع ليس مهم، ولكن تأكدوا وتذكروا أنني بعد انتهاء وقف إطلاق النار هذا سأعاود مواصلة ذبحكم حتى أتخلص منكم جميعا. إذن ماذا يمكن لشعبنا أن يفعل؟ نحن الآن أمام هذه الصورة، شعب فلسطيني يذبح على مرأى ومسمع من كل العالم الراغب هذا العالم بتصديق الكذب، كذب الولايات المتحدة وكذب دولة الاحتلال بأن هناك مفاوضات وأنهم يرغبون بوقف إطلاق النار وأنهم يسعون لذلك. حتى الولايات المتحدة في مشروع القرار الأخير الذي قدمته لمجلس الأمن لم تتحدث عن وقف فوري لإطلاق النار، تحدثت عن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار، هناك ضرورة لأن تأكل ولكن معيش أطعميك فأنت موت من هنا تجيب لك خبز، هناك ضرورة لوقف إطلاق النار، إنما العالم كله بيفهم أن هناك ضرورة، نحن نريد وقف لإطلاق النار، نريد وقف للحرب وحتى ضمانات لوقف الحرب، ليس فقط وقف الحرب وهكذا يعني والسلام عليكم. ثم وتعودنا على الولايات المتحدة وتعودنا على دولة الاحتلال أنها تقول ما تريد ثم تتراجع ومن يفعل لها شيئا. هذا عدو. نعم مضحت الفكرة سيد عدنان. أدرك جيدا الآن أن لا أحد يستطيع أن يوقفه عند حده ولا أحد يرغب على ما يبدو أن يوقفه عند حده. نعم من الضفة الغربية عدنان الصباح كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك.